يعني خلينا ما نذكر انه مخيب للامال التعادل على معطيات التحضير، يعني احنا دائما ما تعلى طموحاتنا مع المباريات الاولى والثانيه لفريق الشرطه امام فريق الاهلي، اللي خلانا اليوم نذكر انه هذا تعادل مخيب للامال. على معطيات التحضير لفريق الشرطه انا شاهد اليوم تعادل طبيعي جدا جدا، خاصه ذكرت لك عن معطيات التحضير، يعني احنا كنا متوقعين انه الجانب البدني على اقل تقدير في الشوط الثاني ممكن ان ينخفض لفريق الشرطه، كنا نمني النفس على اقل تقدير ممكن فريق الشرطه يحسم التاهل من مباراه اليوم، وبالذات انه تقدم بنتيجه المباراه منذ الشوط الاول وظهر الفريق بنفس اداء المبارتين الاولى وبالذات في الشوط الاول. الشوط الثاني حدث الدروب مع التغييرات اللي اجراها الكابتن عبد الغني شهد اثرت بشكل كبير على وضع الفريق وتراجع للخلف، هذا ما شاهدناه من خلال الشوط الثاني، اكيد هذا الجوانب اثرت على وضع الفريق، واحنا شاهدنا فريق الشرطه بالشوط الثاني رجع بشكل كبير للخلف. كل هذه الجوانب خلت فريق الشرطه اليوم يخرج متعادل، بالاضافه انه ذكرنا احنا عمليه التحضير لسبقه البطوله ما كانت بالمستوى اللي يليق مع بطولة بحجم بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى ضغط المباريات. أنا في رأيي شخص اللاعب بالذات اللاعب العراقي، أتكلم اللي يلعب بالدوري المحلي ما متعود على أنه كل ثلاثة أيام يخوض مباراة. إحنا كنا قبل فترة قصيرة جدا، يمكن سنوات قليلة، عندما نشاهد لجنة المسابقات تضغط دورينا من خلال على أقل تقدير ممكن 4-5 أيام يلعب أي فريق المباريات، شاهد الإصابات، شاهد التذمرات من قبل اللاعبين، وهذا ما حدث لفريق الشرطة وشاهدناه خلال الشوط الثاني. كنت أتمنى على أقل تقدير الشوط الثاني تكون التغييرات، لكن من شاهد المباراة في الشوط الأول غير اللي شاهده بالشوط الثاني، تراجع يعني غير مبرر لفريق الشرطة في الشوط الثاني. يعني ذكرت لك هذا التراجع إلى مسببات الأول البدني، الجانب البدني إلى تأثير كبير صاد حسين، يعني خلينا نكون واقعيين، الجانب البدني هو اللي خلى فريق الشرطة على أقل تقدير يظهر بالمباراة الأولى والثانية أمام فريق الأهلي بتركيز عالي، بتنظيم عالي وحضور اللاعبين ذهنيا، هذا أهم جانب ممكن اليوم أثر بشكل كبير على فريق الشرطة وبالذات في الشوط الثاني. إحنا شاهدنا فريق الشرطة الشوط الثاني فقد لياقة البدنية.